النهارده احنا سعداء جدا ان احنا بنمضي اتفاقيه لاول مره مع كامبس الجونه. هو معروف بان هو الجامعه الالمانيه، انما بنضيف عليه كمان كلمه الجونه في التعريف بتاع اسمه، ان احنا بنتعاون احنا كجيميناي مع الكامبس الجونه او الحرم الجامعي بتاع الجونه في ان احنا نحوله لمكان يحصل فيه فعاليات كثيره ليها علاقه برياده الاعمال. احنا كطرف مؤثر في عالم رياده الاعمال في مصر وفي المنطقه وفي افريقيا هنتعاون معاهم في ان احنا نتاكد انه يحصل عمليات مختلفه وانشطه مختلفه وتدريبات مختلفه على مدار السنه. وكمان معانا الطرف الثالث هو مهرجان الجونه اللي هيمضي معانا النهارده ان شاء الله، على اساس كمان ان احنا بقى التاثير في السينما. حضرتك عارف طبعا ان احنا عندنا انشطتنا في السينما تاك ونملك حقوق الملكيه الفكريه في السينما تاك، فبندخل التكنولوجيا في السينما من خلال رياده الاعمال، الفكره الجديده اللي لاقت نجاح الحمد لله، فهنطبقها كمان هنا زي ما طبقناها في حتت مختلفه، انما هنطبقها كمان هنا في الحرم الجامعي بالتعاون مع المهرجان. احنا بنفكر في افكار متقدمه جدا، ابرزها ان شاء الله بيكون في مؤتمر له علاقه بالامم المتحده للشركات الصغيره او المنتهيات الصغر، ونكون ممثلين فيه كمان بالسينما تك بحته التكنولوجي. هيكون عندنا تدريبات مطوله، هيبقى عندنا انكيبيترز او حاضنه اعمال تبقى موجوده، فعلى مدار السنه عاوزين يكون في انشطه مختلفه لرياده الاعمال موجوده هنا والسينما تك والتكنولوجي. خلينا نقول ما نقرب في المشاركه، وكمان على مستوى كمان ازاي ان احنا نستخدم التكنولوجيا في السينما. فيبقى عاوزين يعني نوعين كبار، عاوزين ناس من صناع السينما، شباب صناع السينما، وعاوزين ناس كمان بتفهم في التكنولوجيا عشان نقدر نجمعهم مع بعض عشان يعملوا فريق. الفريق ده يقدر يقدم حلول تسهل التقدم في عالم السينما. عندنا في سينما تك وجيميناي ان احنا ان شاء الله في 2022 هنبتدي الناس تشوف حلول متقدمه تقدر تستخدمها في الصناعه، فنلاقي انه الحلول اللي احنا بنقدمها المخرجين والمنتجين عاوزين يستخدموها عشان نطلع كواليتي من الافلام احسن، سواء افلام طويله افلام قصيره دوكيومنتري. والحقيقه في مشاريع مختلفه، وان شاء الله نكون نقعد السنه الجايه هنا وبنكون اثرنا كمان بطريقه احسن كمان في مجال السينما ان شاء الله.